أعشار العقل في التغافل. قال لا، بل العقل كله في التغافل. الله، حتى وإن كان الشيء زعلك في بدايته، إيه في التغافل، أنت غافل وكأنك ما تشوف. لا تدقق، والله ذولي حاطين عشاء ولا دعوك وصلك كلا، لا تدقق ليش ما عزمتونا وتجيبها بطريقة مزح، لا تدقق، طنش تعش. كما كان يكررها الشيخ صالح محمد الحمودي رحمه الله، طنش تعش. فلا تدقق مع أقاربك مع أصحابك، والناس مجبولين على الخطأ. ولذلك هل ترك الاستراحة وترك اللقاء والجمعة الأسرة، ترى رأي حساس ورأي تدقيق، وليش ما قالوا لي أول واحد، وترى محاطين لقاء أول، وبالنسبة ما شاورونا عن موضوع هذا. أحيانا يجي أسئلة، الشيطان يجيب لك أسئلة، لو سكت لها الحين بيزودها في أمور ثانية. لذلك الشيطان يعطيك مع الأقارب، مش أمورك، لأن فيها مصلحة أكبر، فيها اجتماع. بس بعض يقول شيخ ماني برخامة والله، مشي مثل هالأمور، ماني بضعيف انا، يعزمون فلان يعزمون فلان، وانا ضعيف شخصيه وانا ما برجال. لا، هو ممكن بطريقه، وانا ما يكفو، ممكن بطريقه، خليني اكلمك بواقع. اي لا، ممكن بطريقه اني ما تصير فيها شيء في النفوس، يكون فيها صراحه، في اتصال بابو فلان، والله يعني ودنا ان حضرنا اللقاء، ودنا ان كان المناسبه الاولى. هذا اذا كنت ترغب يعني، خليك من غير زي يقولون من غير الردود القويه، ناس انت عارف من تعزم، ايه الناس اللي تجتمع ذو مجتمع، لا الردود ذي والاشياء ذي اتركها. ايه ولا الحين ما عزمني، ماني بقايل له شيء، لكن خلي يجي عندي عزيمه مثلا، ماني بعازمه. ها ايوه، هذه اسباب الان تقاطع، انت جبت اجابه جميله. ايوه، ما عاد ينتهي الشر. ايه هذا رد علي، انا رد عليه. ايه واحدة هذا واحدة. طلع عمرك ما عزمني ما عزمه. هذا، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل، حديث عظيم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، زارونا نزورهم. هذه أنا ودي بس يركزون عليها. حلو. إن الآن تعارف الناس، والله تشافوا للوالدة تشافينا لهم. إيه عطي وعطي. زارونا نزورهم. إيه. باركونا نبارك لهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل حديث عظيم، قال: ليس الواصل بالمكافأة. هذه مكافأة، زارونا تزورهم. صحيح. تشافونا نشافى لهم. زاروا الوالد نزورهم. زين. قال: ليس الواصل بالمكافأة، هذه مكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت، ترى هي لفظة قطعت يعني. أيه ترجع. أيه على الرحم. طيب. قطعت قيل، لكن الأفصح قطعت رحمة. أيه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمة وصلها. هنا أيه الوصل، ما جوك تزورهم. أيه والله يوم الوالد في ترى أبو فلان في المستشفى، والله ما روح له الوالد يوم 20 يوم في المستشفى، ما حد منهم اتصل ولا حد جاء، ما نروح لهم. ترى والله يقول والله ما نروح لهم. وتجدهم جمع أشياء، هذول يوم ما باركونا، يوم زواج فلانة ما جوا، ويوم الوالد تعب. هل هذه ما هي هذه صلة؟ ليس الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. طيب بعدين وصلت يا شيخ، ما كان في استقبال طيب، ما كان في لقاء كويس يعني، وجيتهم قالوا شبي ذا جميل. طيب شو اسوي؟ هذول والله العظيم ما عاد ازورهم ولا يستاهلون ابدا اقدامهم في المجالس. يا سلام، هذا السؤال قوي ذا، يبي له اجابه. ما شاء الله عليك، انت قاعد لي. هالنبي صلى الله عليه وسلم جاه رجل. ايه. قال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني. يقطعونني. ازورهم واجيهم وابارك لهم واحسن اليهم ويسيئون الي. ما في الا عبارات طيبه وهم يسيئون. سمطر عمرك بفلان، زورونا يا حياكم الله. واحلم عليهم ويجهلون علي، يعني اغطي عن اخطائهم وزلاتهم ضدي. ضدي. قال النبي عليه الصلاه والسلام، شوف ما في شيء في الدين الا موجه. السلام عليك. ان كان حق ما تقول فكانما تسفهم المل، المل الرماد الحار، شوف عملك جبار. ولا يزال معاك من الله ظهير. الله اكبر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت زرت ولا زاروك وبرضه يسيئون لك، قمت بالواجب خلاص. حتى وان كان ظاهرها انها شينه في حقك انت الزائر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كان حق ما اصلهم ويقطعونني. زرته مره ولا جوني ولا قبلوا علي ولا فكروا فيه ولا زاروا اليهم. عاد الاحسان لهم بالهديه بالكلمه الطيبه، يدخل الاحسان كثير. هم يسيئون له ويسيئون لي، والله هذول قاعدين له يعني. والله ترى في بعض الاقارب، اعوذ بالله، انا ودي ركز يا اخي. واحلم عليهم ويجهلون علي. قال: ان كان حق ما تقول او كما قلت، حق ما تقول فكانما تسفهم المل هو الرماد الحار، يعني عملك جبار، كانك تاخذ الرماد وتعطيه في وجيههم. ممكن يقول بعض الشيخ ان هذا كانه ضعف، وكأن
هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي لكن وما يزال وما يزال معاك من الله ظهير نصير من الله سبحانه وتعالى. يعني الضعف اللي يحس بالانسان ترى معك ظهير ظهير. هذا حديث عظيم يا اخي. خلك انت في زياراتك لله سبحانه وتعالى. اترك امور دنيا انت روح لله يا الله. خاصه هذول لما يصيرون ذوات الارحام كيف ممكن نوصل للمرحله هذه في واقعنا؟ انك تروح على قال ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيه مصالح. انا رايح والله ما هو عندهم ذيك الحلويات وذيك الجلسه وعشاهم زين لا انا رايح لله ما علي من الامور دي. بعض الناس ترى يقول والله يا اخي والله يا عندهم مكرونه يا عندهم مكرونه رايح صاق على المكرونه تصلحها ام فلان ولا لا انت رح لله في الله انت رح لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني لما قال ان رجل زار اخا له في الله في الله ارصد الله له ملك على مدرجته في صورة رجل مدرجته طريقة. الحديث في صحيح مسلم قال هل لك من حاجة تربها اليه؟ قال اين ذاهب يسأله والله تعالى اعلم. قال اني زائر اخي اللي في الله. هذول اخوانك ترى يا اخي اقاربك وارحامك. قال هل لك من حاجة تربى عليه في مصلحة بينكم ولا؟ قال لا إلا أني أحببته في الله. قال اعلم أنني رسول من الله وأن الله أحبك كما أحببته. الله أكبر. فرحمه يا شيخ تقول عشاهم زين. الأمر الثاني عبد الله يجرنا مسالفة المكرونة وعندهم بعض الناس ترى يحط إكس على آل فلان كاوتن باردة جابولي وقاعدين في المجلس من طول ما حد حولي احتسب الأجر. يعني مطامع دنيوية يعني مطامع جايب اللي كاوتن باردة وذا والله قعد لين عشر ونص ما جاء عشاء. يا أعوذ بالله يا أخي أنت ما راح شيل الأشياء دي من بالك. أنت تروح لله لصلة وصلة رحم والأجر تطلبه من الله سبحانه وتعالى. غير الشيخ أيضا أنه الأشخاص اللي بينهم بين أقاربهم أو أي أشخاص آخرين مشاكل أعمالهم لا ما ترفع الله سبحانه وتعالى. جميل. يعني لما الشخص الآن يكون بينه وبين صاحبه بينه وبين قريبه مشكلة انت الان زدت الطين بلة. عملك الجميل اللي انت تقدمه من صلاة ومن صيام من قيام ليل هذا كله ما يرفع الى الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليش؟ وجاء في الحديث ان الاعمال ترفع كل اثنين وخميس فيبقي الله تعالى من كان بينهم شحناء. من بينهم شحناء يقول إن حتى يصطلع. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شف شروح اهل العلم قال وهذا الوعيد لا يشمل من رغب في الصلح وطلب الصلح. الله ايه والله فائدة للشيخ محمد والله. انا ودي المشاهد وبعض الاخوات اللي تقول يعني انا اكثر ما جي اتصالات والله يقول والله اني حاولت قابلتها في العزاء وكلمتها وفي العيد وهذا يقول سلمت عليه والله رسلت له رسائل. نقول خلاص ما يشملك هذا الوعيد. يقول العلامة الفقيه الراعي الشيخ محمد بن عثيمين من طلب الصلح في التقاطع هذا الوعيد ما يشمله. يشمل هذا المعرض يشمل المعرض اللي ما يرغب في الصلح. يا أخي أخوك أرسل لك وصاحبتك وقريبتك ورسائل جوال وعايدك وقابلك في عزاء فلان وفي العيد خلاص ليش يعني؟ الحقيقة بعض الناس ترى أبو عبد الإله إذا حطك في القائمة السوداء خلاص نسفك أنت كل شيء. تبتسم تضحك تهديه يا والله من ثقالة الطينة يعني جدا والله. أنا أعرف أشخاص صار لي معهم مواقف شخصية يعني سوء تفاهم يعني ما وصلت إلا بس في وجهة نظر كذا. والله إني حاولت أبتسم حاولت أضحك أباشرها بالسلام في أماكن تصل إلى 15 سنة. أنا أعرف واحد الله يعفو عنه 15 سنة موقف بسيط جدا ولا والله لا أبرئ نفسي أني أقول ما أخطيت ما أدري يمكن هو في نظره أني مخطي زين إلى الآن أتقابل معاه في مساجد يعرض وإن سلم ببرود يا أخي على ما قال العام يقول لا عظم من انكسر ولا دم من انطش. وجهة نظر يعني وأنتهت يا أخي. وبعدين يقول الحسن رحمه الله الحسن البصري يقول لو شتمني رجل هنا واعتذر هنا لقبلت. الله أكبر يا زينة من تعامل يا أخي. بعدين في اعتذار مهم مباشر يسلم عليك ويطير بك يعني تألف تألف. والله أنا أذكر رجل أخطأ عليه خطأ قوي فقدر الله أن نكون في سفرة والحقيقة أخطأ خطأ وكان في نفسي
والله إن في السفرة قدم لي بعض الأشياء وجاب لي الحلا وكان حريص علي وما أدري وش يقطع لي. والله محبة الله وأنزال ما في نفسي جدا جدا حركة. هو حاس بالخطأ هذا من طيبك والله سبحان الله. بس قدم لي بعض الأشياء البسيطة ويعني كلش بس كذا يعني حركات وقدم الحلا. يعني الآن يعني أفهم إن الآن في ناس بينهم مشاكل لكن الشيطان يضخمها ويبعدها، لكن لما تتقابل معه شوف الآن بعدتك مع خويك كذا لما جلستوا على صحن واحد مجرد انه قرب لك شوي راح ما في النفس. هو كل ما حصل البعد ترى مشكله، كل ما ضخم الشيطان. هو ينبغي اصلا في البدايه البعد. اذا احتمت الامور وصار جدال وصار كلام يومين ثلاثة ايام اربع ايام ودك ما تجي في مجلس هو فيه، لان الشيطان الامور الشيطان ممكن الان ترد ويرد لا بس لا تطيل المده ذي لين تبرد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث عظيم ما ينطق عن الهوى، الله تعالى هو الذي خلق البشرية وهو الذي يعلم اللي يصلحهم واللي يحزنهم واللي يكدرهم. مثل يعني ولله المثل الأعلى من هالأجهزة اللي عندكم معها كتالوج الآن لا تقرب للشاشة ابعد الشاشة هالكاميرات لا تضعها على الأشعة كل الأمور دي معها كتالوج هم الفنين أدرابها ولله المثل الأعلى هو أدرى بالبشرية وبما يحزنهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مسلم آمل التركيز من الأخوان بالأخوات لا يحل يعني يحرم شوف لا يحل يستفاد من في الحديث أنه يحرم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لك اليوم الأول ها ولك اليوم الثاني زعلان ولك اليوم الثالث زعلك فلان في مجلس في كلمة عند الأخوات حصل زعل مع زمته يدق عليك ترى يجوز انك ما ترد عليه في اليوم الاول والثاني والثالث بس لا تقطع الخط. بعض الناس يقطع الخط لا 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 اليوم الرابع ترى يحرم. قال العلماء رحمهم الله واليوم الرابع يحرم اما تتحدث معه ولا تكلمه. لا اله الا الله لا يحل يعني يحرم لمسلم ان اهجر خاف فوق ثلاث. طيب ايش اسوي؟ قال وخيرهم يا سلام على التقديم ذا يعني جميل خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنا أبدأ بالسلام هذه خيرية. الشيطان ما شوف الحديث لا يمر علينا يا أخوان يا أخوات خيرهم أي بكلمة سهلة هذه كلمة عظيمة. ما قال أحقرهم ولا أضعفهم ولا أقلهم شخصية خيرهم الذي يبدأ بالسلام. خيرهم حتى وإن كان في أنظارنا حنا أنه شينا بحقك يا ابنان لا تصير ضعيف ترى الحق معك. الفتانين لا نتركه والله بغيت لا تتصل أدبه خله أدبه يقعد ترى هذا ما ينفع معه هذول نسأل الله السلامة عطى العين الحمراء يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم هنا خيرية حتى وإن كان معك حق يا شيخ ولا لا أي نعم خيرهم الذي يبدأ بالسلام خيرية لا تمر كلمة سطحية ذي الآن لو يعلنون في الديوان الآن إعلان يقول من حصل بينه من بينه وبين أخي الله وجار الله وقريب الله تقاطع ويثبت أنه اللي سلم الأول له كذا من الدنيا أبو فلان لا والله أسبق أجب اثنين شهاد وركبهم هي لكن تمر علينا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرية خير لك يا أخي الله تبدأ الله قال ولا يحل مسلم من يهجر خاف فوق ذات يعرض هذا ويعرضها وخيرهم الذي يبدسها ما قبل سلمت انت من الاثم رحت سلمت مثل ذا اللي حطك في القائمة السوداء اللي ناسفك والله بعضهم له 10 سنوات 15 سنة الامر الثاني في قضية التقاطع ذكرت واحد حاصل بينهم تقاطع وبعدين ليلة العيد سبحان الله عيدك اليوم اعلنوا مغرب بدري صلى العشاء وقاعد على الجوال حط ذيك الرسالة الجميلة ويقعد يرسل احبابه وزملائه وقاربه اهنئكم وعيد والله تم علينا الصيام ارسلها تشابهت عليه فلان وفلان ارسلها بالغلط على فلان اللي حاصل بينهم التقاطع من الشيطان يقول وده يمسك الرساله عرف انها راحت هذا يا غافل لك الله جيته الرسالة ومن فلان اللي حاصل بين التقاطع لهم كم شهر ويتصل عليه بعد 10 دقائق وصلتني رسالتك والله دمعت عيني وانت خير مني هذا ما عاد قدر يقول شيء خلاص انت والله رسالتك اني اقراها عدة مرات الرسالة مدخول خير
قام هذا وانزال ما في صدره. شوف المسألة مسألة بسيطة وصلحة.